ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة بسرعة كبيرة مع مقطع فيديو نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة 19 نوفمبر الجاري، يظهر فيه سائق سيارتين للنقل المزدوج وهما يتعمدان الاصطدام بمركبتيهما في ظروف عرضت حياة المواطنين ومستعمل الطريق للخطر. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط المتداول عن تحديد هوية السائقين المشتبه فيهما البالغين من العمر 24 و36 سنة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفهما وإيذاء المركبتين بالمستودع البلدي. هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفية الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.